جهاز ايكو 2 ثاني ليزر ثاني اكسيد الكربون له استخدامات عديدة. اهم هذه الاستخدامات بالنسبة لنا هو علاج الندبات بجميع انواعها، سواء كانت هذه الندبات ندبات ناتجة عن العمليات الجراحية او ندبات نتيجة حب الشباب او ندبات ناتجة عن الحروق. من الاستخدامات الأخرى يستخدم في الريجوفينيشن أو يعني تنعيم وصنفرة البشرة وإعطائها الوجه الشباب المطلوب. أيضا يستخدم في علاج علامات التمدد الستريتش ماركس، سواء كانت هذه الستريتش مارك بعد الحمل والولادة أو بعد فقد الوزن ونراها بكثرة في الوقت الحالي. يستخدم أيضا جهاز إيكو 2 في علاج ترهلات الجلد البسيطة، بالإضافة إلى أن هناك استخدامات أخرى له.